في فترة شهرين تقريبا. طبعا انت بتبدأ الموسم بالصعب كله، بداية موسم مباراة بطولة، مباراة بطولة قارية مع اتحاد العاصمة في السعودية ان شاء الله يوم الجمعة اللي جاية، والجزء الاول او الشهرين اول 60 يوم من الموسم الاهلي عنده 8 رحلات خارجية، منهم ما هو متعلق بدوري الابطال، ومنهم ما هو متعلق بالدوري الافريقي، وايضا بطولة كأس العالم للأندية. فالموسم هيبدأ في منتهى الصعوبة وهيبدأ في ضغط مباريات كبير جدا. هنبدأ مع حضراتكم طبعا واحنا بنتكلم على آخر أسبوع قبل بداية الموسم فعليا مع النجم الكبير والكابتن الكبير عادل طعيمة اللي بيشرفنا النهارده في السادسة. مساء الخير يا كابتن عادل. أهلا يا أحمد، ازيك يا أحمد؟ أهلا بحضرتك. تمام. قبل بس ما أخش في قصة الأهلي وماتش السوبر، يهمني أسمع رأي حضرتك في ماتش امبارح، بما إنه منتخب مصر خلاص كده خلصنا مرحلة التصفيات وتأهلنا كأول مجموعة لبطولة أمم أفريقيا، رأيك في مباراة امبارح ورأيك في مستوى أداء منتخب مصر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هي طبعا مباراة كانت تحصيل حاصل، واعتقد اللي كان بيتفرج عليها ممكن يكون دخل نام او حاجه، لان ما يعني لا في روح ولا في اداء وما فيش حاجه خالص. لا. احنا جبنا جول وبعدين فرقه طبعا متواضعه جدا. تقلق انا مفروض يعني تقلق من مباراه زي دي؟ اقلق ليه؟ لان انا مفروض ان انا فيتوريا واللعيبه ده ماتش دولي حتى لو تحصيل حاصل، ده ماتش دولي، سيبك من التصنيف والكلام ده. ايوه، انا المفروض كرة القدم اتعملت عشان المتعة. ما انا لو متأكد ان لعيبتي هتلعب اداء قوي الناس كلها هتتفرج والناس هتبقى مصحصحة وكل حاجة، لكن تحس ان الناس نازلة الله. طب والناس اللي قاعدة بتتفرج اللي يهمها علم مصر واللي يهمها منتخب مصر، ده ماتش من ضمن الماتشات اللي بتحسب في الاجنده بتاعتك. سيبك من الاجنده وسيبك من اي حاجه، انا المفروض وانا لاعب وانا مدير فني وانا نازل ادي، نازل عشان امتع الناس. سيبك بقى انها ماتش تحصيل حاصل او بثلاثة بونط او انا نازل علشان امتع الناس. فالحته دي لما تبقى غايبه خلاص بقى الناس مش هتتفرج، والمدرج زي ما انت شفت فاضي. لو الجمهور عارف ان المباراه ديت واللعيبه هتأدي اداء قوي كنت هتلاقي المدرج كله مليان. انت عارف يا كابتن عادل، ما بين رايين او ما بين وجهتين نظر، وجهه نظر بتقول ان المنتخب ده رايح مفترض ينافس، مش هقول يكسب، يعني ما فيش منتخب بيقدر يحسم من بدري ويكسب، لكن منتخب رايح ينافس على بطوله امم افريقيا كمان 3 شهور، لا اقلق. وفي ناس تقول او وجهه نظر تقول لا يا جماعه احنا لسه في بدايه موسم واللعيبه تقريبا معظمها مش فورمه او ما جابوش الفورمه بتاعتهم ولسه بدري قوي عبال ما نبتدي نرجع نحاسب فيتوريا مره تانية. ما هو زي ما انت برضو انا متابع الحديث بتاعك من البدايه انه الكلام كتير، المفروض الكلام اللي يبقى مسؤول من راجل فني عارف ايه اللي ممكن يحصل، انما الناس اللي بتتكلم كده وملهاش علاقه بالموضوع بتبقى عمليه صعبه جدا. لا أنا الكلام ده بما حك تطرقت ليه، فكرة أنه يعني الأهلي بيدفع ليه والأهلي بيدفع كام، الأهلي بيجيب ليه أو الأهلي مفروض ما يجيبش، دي قصة ده شأن ليه علاقة ما بين إدارة النادي الأهلي وما بين المدير أو الجهاز الفني للنادي الأهلي، هم الأقدر على أن هم يحددوا احتياجاتهم، هم شايفين إيه اللي ممكن يخدم مصالحهم ويحقق أهدافهم، مش من حق أي حد تاني أنه يتكلم في الشأن ده. ما علشان كده بقول الراجل الفني انا باخد الحديث منه وابقى عارف ايه الظروف بتاعته وبيأدي ازاي وكده. طبعا حته القلق والناس تبقى خايفه شويه على منتخب مصر، انا بشوف انه الراجل احيانا يعني التفكير بتاعه ما بقاش تفكير سليم، بدليل انك انت عارف ان مثلا الشناوي وعارف ان محمد عبد المنعم وعارف ان هاني ومروان اول مباراه يلعبوها من بعد اجازه وفتره اعداد ما لم تتعدى 4 5 ايام، اديلهم ماتش دولي على طول. المفروض ان انا بقى كراجل مدير فني كبير باخد 200,000 يورو، ان انا كل روي فيتوريا بياخد 200,000 يورو. انا بقى قريت كده، ما اعرفش، انا قريت كده، هو الجهاز بتاعه الله اعلم. اوكي، هم قالوا كده لما حازم امام تعاقد معاه. لا، 200,000 يورو يبقى احنا عايزين بطوله امم افريقيا. لا، انا عايزين كاس عالم، عايزين كاس عالم. كاس عالم. فبرضه راجع الرقم ده. انا ما عنديش المعلومه، لو تقدروا تاكدوا لي من الرقم ده. يا ريت والله. 200,000 يورو في الشهر طبعا. عشان اطمئن. 200,000 يورو في الشهر. اكيد طبعا مش في السنه. لان الراجل الثاني بتاع الاولمبي بياخد 150 اعتقد، او الله اعلم برضه. ما اي الرقم اللي بيتاخد. تمام. لكن انا لما اربعه
واربعه اسيين بديلهم ماتش دولي وهم لسه خارجين من فتره اعداد، عمليه صعبه جدا. أيوه. الحاجه الثانيه، انا مفروض ان انا عندي لعيبه بتلعب في الدوري الاوروبي، المفروض ان انا الناس دي بقالها اربع خمس اسابيع بتلعب. مظبوط. الوضع الطبيعي ان انا الناس دول طالما الماتش يعني بالنسبه لي تحصيل حاصل، يبقى الناس دول هم اللي ياخدوا وهم اللي يشتغلوا على اساس ان دول جايين جاهزين ومش عرض حد منهم للاصابه. يعني امبارح الشناوي كان ممكن يجيله شد او يجيله يعني او منعم او اي او اي حد، لانك انت ما تلعبش ماتش دولي على طول، لابد بقى في فتره الاعداد انك تاخد ماتشات بشكل في تدرج علشان توصل لمرحله ان انت يبقى عندك لياقه المباريات. الحاجه الثانيه برضو، انت اعتمدت على لعيبه النادي الاهلي طول المباراه تقريبا باستثناء يعني طلع اعتقد مروان عطيه هو اللي خرج في اخر المباراه، ولعيبه زيزو ربع ساعه في الاخر. ايوه. طب واسمه ايه ده، سام زيزو، سام مرسي وابراهيم عادل و لعبهم اخر 10 دقائق ربع ساعه. التغييرات بتاعته. طب ليه؟ طب ليه يعني؟ طب ما انت ادي لابراهيم عادل هاف تايم. ايوه. ادي يعني لسام ادي له هاف تايم. ايوه. يعني فمنعم انت اديته الماتش كله، طب ليه؟ طب ليه ما في بره شوف حد تاني؟ انت اديت لهاني معظم الماتش، طب ما في عمرو بره، وعمرو لعب قبل كده ماتشات دوليه. عمر كمال عبد الواحد. عمر كمال عبد الواحد. ايوه. لو انا يعني انت خايف من المباراه ولا تحصيل حاصل ولا ايه بالظبط؟ فده تفكير الراجل العادي اللي في الشارع، مش الراجل الفني حتى. يعني انا لما اكون انا في فتره اعداد، وده مش عايز اعيد كلامي، مفروض ان انا كراجل فني وقايس وعارف، ولما كولر يقعد معايا ويقول للناس دي لما اتفقوا مع بعض، اعتقد ان هم كانوا اتكلموا مع بعض، بيقول له والله المفروض ان انا عندي الاولاد كانوا واخدين فتره راحه 20 يوم، وبعدين جم على اربع خمس ايام شغل بعد الظهر، المفروض ما العب لهمش ماتش دوري على طول، والا يبقى انا مش يعني حته تدريب عندي يبقى فيها خلل. فطبعا تتاخد على ريفيتو. امال ايه؟ تتاخد عليه. امال ايه؟ امال ايه؟ طبعا تحسب عليه. انا كان المفروض كل اللعيبه الدوليين حتى اللي هم يعني اوزع الاحمال حتى، انما منعم انت بتديله ماتش كامل. طب ده راجل اساسي في النادي الاهلي، والنادي الاهلي محتاجه الفتره اللي جايه. يمكن يعني معلش هفترض برضو، يعني هحاول افكر مكان وجهه نظر، يمكن عشان هيطلعوا من معسكر المنتخب، فبالتالي اسيب اللعيبه الثانيه لماتش تونس او اريحهم عشان يقدروا. يا احمد في خطوره جدا. انا بقول انا يعني بحط كل الافكار اللي ممكن. ما هي اصلها مش افكار. هي اصلها ان انا ممكن انا راجل في فتره اعداد بتمرن صبح بعد الظهر لمده اربع خمس ايام، وبعدين جاي من النمسا من سفر. أيوة. وبعدين بقعد يوم او يومين تدريب خفيف، وبعدين العب ماتش دولي. انا معرض ان انا يجي لي مزق ولا مش معرض؟ معرض طبعا. بنسبه معرض كام؟ طبعا. مش اقل من 80%. لو فرقه تقيله وفي دعك وفي خبط وبتاع، كان ممكن جدا اي حد من دول. امال ايه؟ امال ايه الوضع الطبيعي كده؟ ربنا خلقنا كده. ما بيقول لك في لياقه مباريات. ليه؟ انت بيقول ليه في فتره اعداد، وبعد فتره اعداد انت بتشوف اوروبا كلها بيعملوا ايه؟ اللي راح امريكا يلعب اربع خمس ماتشات. ايوه. برشلونه راح فين؟ مظبوط. ريال مدريد بيروح كله فين؟ كله بيروحوا الصين وبيروحوا اسيا واليابان وامريكا وبيلعبوا قد ايه؟ اربع خمس ماتشات، ست ماتشات، ويرجعوا على الدوري. يرجعوا على الدوري. يبقوا واقفين على رجليهم. ايوه. ما يبقاش في اصابات. احنا الاصابات عندنا كتيره. ليه؟ مش شغالين علمي. النادي الوحيد اللي شغال علمي احنا. كولر شغال علمي. بس الراجل كمان يعني اعتقد بشد في هدومه بقى، يعني مش ممكن يعني يبقى النادي الاهلي في طيب حته. تسمح لي كابتن عادل، طبعا خبر طبعا بعد اعتذار دكتور تامر ابو العنين عن الاستمرار في مهمته، الاعلان عن الاستعانه بجهود احمد جبالله طبيب قطاع الناشئين للعمل مع الفريق الاول خلال الفتره المقبله. اعلن كابتن خالد بيبو مدير الكره بالنادي عن الاستعانه بجهود طبيب قطاع الناشئين احمد جبالله للعمل مع الفريق الاول خلال الفتره المقبله. جاء ذلك بعد التنسيق الكامل مع كابتن محمود الخطيب رئيس النادي والمشرف العام على الكره في هذا الشان. كل التوفيق طبعا لدكتور احمد جبالله، ويمكن طبعا تهيالي داخل في توقيت مهم وصعب كابتن عادل. جهاز طبي طبعا بالنسبه لاي جهاز فني يعني في موسم زي اللي جاي ده بالتاكيد مهم جدا يبقى فيه وضوح كامل في كل ما يتعلق بالتفاصيل، مشوار الفريق، اجندته، ارتباطاته، الحاله البدنيه للعيبه.
فبالتالي مهمه شاقه طبعا على الجهاز الطبي. اكيد طبعا. يعني الله يكون في عونه، لان طبعا داخل على مرحله على طول الماتشات. ايوه. وطبعا بيبقى عبال ما يدرس الملفات بتاعت كل لاعب، لان في بيبقى في ملفات طبعا، وفي اصابات قبل كده، وفي اصابات، وفي برامج تاهيليه، وفي بتتعالج ازاي، بتتعالج ازاي، وكل أيوة. الحاجات دي والاصابات اللي هي محتاجه تجهيز. هو ان كان الموسم الاخير الحقيقه كان موسم اكتر من رائع، يعني اول موسم نحس فيه انه مستشفى الاهلي فاضيه، يعني ما حسيناش، رغم انه كان موسم طويل ويمكن يكون الموسم الاطول واكثر عدد مباريات لعبها النادي الاهلي، لكن ما حسيناش بحجم الاصابات اللي كان موجود في المواسم اللي قبل كده. دي الحاجتين، فضل ربنا سبحانه وتعالى ان حامل الولاد دول. ايوه. نمره اثنين انك بتشتغل علمي، الراجل بيشتغل علمي. ايوه. من اول ما اول يوم جه على طول بالاجهزه، قياسات بدنيه القياسات وطبعا الاداره اللي وفرت له الاجهزه ديت. طبعا. ثم في الفتره الاخرانيه برضه وفروا له اجهزه لتنميه المهاره. بالنسبة لحراس المرمى، بالنسبة للمهاجمين، بالنسبة للمدافعين، كشف التسلل، التغذية، العلاج، كل الأمور ديت حريصين جدا عليها. الجزء الطبيب هيبقى مهم جدا، لأنه مش أي حد يشتغل طبيب مع فرقة كورة، لابد يبقى عنده خلفية رياضية. الخلفية الرياضية اللي عارف وأنا شايف المباراة وقع بطريقة الفلانية أو رجليه اتلوت بطريقة الفلانية وأنا قاعد بتفرج في التلفزيون، أبقى عارف الراجل ده جاله صليبي ولا جاله مز ولا جاله غضروف. انا بتهيألي حضرتك خدت يعني برضو من مشوارك في التدريب كابتن عادل بقى عندك درايه بالنواحي الطبيه وبالحالات، حالات الاصابات والحالات البدنيه اللعيبه بمجرد النظر، يعني مش بتبقى مستني قوي تحت. طبعا اكيد التشخيص والاشعاعات والحاجات دي مهمه، لكن كمدير فني برضو بيبقى في تنسيق بينك وبين الجهاز الطبي المعاون. اكيد، بس برضو انت اشتغلت في اماكن يعني كانت ايه غزل المحله، برضو الامكانيات كانت ضعيفه شويه، مش قويه قوي. فهو انت يعني مثلا من سنه وشويه تريزيجيه وهو بيلعب مع الفريق الانجليزي بتاعه اظن كان ريجن استون فيلا وقع انا قاعد في وسط مجموعه قلت ده صليب. المهم ان الدكتور راح مقومه وراح منزله، انا بقيت اضرب كف على كف. طب ازاي انت لما شفتها في التلفزيون انا قلت دي صليبي، مفيش صليبي نقاش. مليون في الميه الواقعه باينه. فانا اللي انا استغربت له ان الراجل رجعه تاني الملعب. يعني حتى لو القطع كان فيه مثلا يعني حاجه بسيطه هتتفاقم الاصابه، انت كملت على على الرباط. فعلشان كده بنقول اللي بيشتغل مع طبيب لاي فريق رياضي وخاصه النادي الاهلي لابد يبقى عنده خلفيه رياضيه واصابات ملاعب والحاجه دي يبقى دارسها. ممكن جدا دكتور تامر اللي مشي يبقى طبيب رائع في العظام او الاخر في تخصص معين. لكن بالنسبه لاصابات ملاعب وابقى عارف وانا قاعد بتفرج، انا قاعد ليه على البيج في الملعب؟ لانه عارف اللعيب اول ما يقع او يحصل احتكاك او الى اخره على طول بيبقى وهو داخل مش عايز يعمل حاجه فيها، يعني ممكن جدا يبقى مثلا اي حاجه في الوتر فانا اخش واروح عامل حاجه حركه معينه. فعشان كده دايما عينيه بتبقى ثقبه جدا، بيبقى اكتر من المدير الفني بالحيز التركيز مهمته ان شاء الله واحد من يكون من اهم عناصر نجاح السنه دي. طيب اروح للماتش بتاع يوم الجمعه، واحد الاول قبل الماتش ادخل في تفاصيله، صعب انك تبدا الموسم ببطوله، يعني صعب ان اول مباراه تقول بسم الله الرحمن الرحيم انا بفتتح الموسم يكون بطوله، وكمان بنتكلم على بطوله قاريه لقب سوبر افريقي. دي عاده النادي الاهلي على طول السنه اللي فاتت. النهارده على فكره كولر متولي كولر بيكمل سنه، بيكمل سنه النهارده سنة. لكن السنه اللي فاتت كولر ابتدى مع اتحاد المنستيري، يعني اول ماتش ليه كان مع اتحاد المنستيري في تونس وبعد كده بدا المشوار. لكن خدنا سوبر مع الزمالك. سوبر الزمالك كان الاول ولا الاتحاد المنستيري كان الاول؟ كان الزمالك فعلا. بتاع سافيو، جول سافيو وكريم فؤاد، وجول كريم فؤاد اللي طاهر عملها له بالعرض. مش فاكر بس الاتحاد المنستيري كانت الاول ولا السوبر، يمكن انت ذاكرتك اقوى مني يا كابتن. اكيد ذاكرتك اقوى مني. لا كان الزمالك. كان الزمالك. طب دي بشرة خير. اذا انت وانت تعرف كولر لما جه المره الاولانيه ما كانش عامل فتره اعداد، وكان داخل على فريق ما مجهول بالنسبه ما يعرفش عنه حاجه وراجع في اوروبا غير موسيماني. موسيماني كان عارف
الفرق الدنيا. وعارف النادي الاهلي وعارف لعيبته بالاسماء بكل حاجه. هو بيقول انا من اول ما نزلت من الطياره والناس بتقول لي ماتش الزمالك ماتش السوبر ماتش الزمالك ماتش السوبر قبل ما يعرف اي حاجه لسه. فاكر انا التصريح هو على طول على ما راحش ما راحش الفندق على طول على الملعب لانه عارف ان كل دقيقه بتتحسب له يعني. فاعتقد عمليه التجهيز هو بس الراجل كان في تفكيره انه يلعب ثلاث ماتشات ماتشين في النمسا وماتش ماتش في القاهره. فهو ربنا برضو ساعده ان في اربعه اساسيين لعبوا مع المنتخب وربنا ستر ان ما يعني الحمد لله بفضل الله ما حصلش اصابات ولا حاجه. فطبعا هم بيرجعوا النهارده اعتقد بيتعمل لهم قياسات. الحاجه اللي برضو للناس برضو المفروض تبقى عارفاها ان كولر لما اللعيبه ادالها اجازه 20 يوم ما راحوش يتفسحوا. كان فتره راحه ايجابيه. فتره راحه ايجابيه. انا اسمع الراحه السلبيه. راحه ايجابيه دي لا راحه ايجابيه ما نعرفهاش. لا راحه ايجابيه بمعنى ايه؟ ان انا وانا على البحر كده بديله برنامج. البرنامج ده بقول له انت كل يوم هتعمل الحاجات دي على الرمله مثلا. هتجري مثلا 7 كيلو الصبح على الرمله. الرمل ده لعيبه البرازيل دي كلها يعني حتى في اللعيبه دي في اجازتها بتشتغل. ما اتوزعت عليهم يعني انت اكيد انت عارف يعني اتوزعت اتبعتت للعيبه برنامج يعملوه في الفتره دي. فتره راحه ايجابيه يعني ايه؟ يعني انا هلعب راكت، هلعب سباحه، هلعب تنس، هلعب سكواش، هعمل اي حاجه فيها رياضه. دي اسمها راحه ايه؟ ايجابيه. راحه ايجابيه. انما الراحه السلبيه بقى اللي انت او الناس ممكن يعني تخش في ذهنها ان انا اقعد انزل البحر اطلع اكل وانام. لا دي مش راحه لعيب كوره. هتبص تلاقي محمد صلاح لما بيجي هنا في مصر بيروح فين؟ بيروح الغردقه، الشرم، الحتت اللي هي على البحر. بيعمل ايه؟ تبص تلاقيه على طول بيجري على الرمله، بيلعب فولي بالرجل على فكره الحاجات دي البرازيل متفوقه على العالم كله بالحته دي. بالرياضات اللي هي على الشاطئيه. ايوه. بيلعبوا اتحاد الكوره كان بعتنا البرازيل انا وحسن شحاته. فكنا هم بيلعبوا كوره في كل حته على المحيط عاملين لهم كيلو كده على من الشارع كلها ملاعب طايره وملاعب كوره. الرمله طبعا عندهم عاليه بتخلي الاربطه والرجلين والعضلات قويه جدا. في ريو دي جانيرو تلاقي كلها جبال فالولد عشان يطلع الجبل وينزل الجبل فتلاقي الرجل طبيعيه على الرغم ان البرازيل ما عندهمش يعني معاهد التربيه الرياضيه ولا عندهم متقدمين في العلم في الرياضه لكن هم الحاجه الطبيعيه دي التكوين الطبيعي ده هو اللي بيديهم الحته دي. انا فاكر الله يرحمه جنرال الجوهري لما طلعنا كاس العالم في 90 فاكر انا كنا بنتابع طبعا اخبار المنتخب بقى ورايحين كاس العالم وايطاليا كان بياخد فتره من فترات كان بياخد منتخب لعيبه منتخب مصر يروح يتمرن بيهم في الصحراء. ايوه. يطلعهم جبال ويجريهم في الرمله ويخليهم يلعبوا كوره في الرمله الثقيله دي. كان بياخدهم الغابه في الغابات يطلعوا وبين الشجر ويعمل عمليه الجري والصعود. دي عمليه برضو فيها تقويه وبعدين الحاجات اللي فيها زجزاج تقويه للاربطه. وبرضه احنا سنه 90 ما كناش متقدمين قوي في حته يبقى عندك جيم والجيم وعندك بقى اللي بالساعه والدقيقه والحاجات دي ما كانتش برضه. لا هو الادوات والاجهزه كل يوم بتطور كل يوم فيها جديده. اكيد كابتن احنا بنشوف حاجات في اوروبا يعني الواحد بيجي له فيديوهات تدريب وحاجات كده بنشوف اجهزه لتدريب حراس المرمى واجهزه لتدريب المهاجمين وكل حاجه دخل فيها التكنولوجيا دلوقتي. طب السؤال هنا والناس كلها مستنيه تشوف الاهلي يوم الجمعه اللي جاي ومستنيه تشوفه والله قبل الجمعه كمان بس يعني هو غالبا هنشوف الاهلي ظهور اول ليه في الموسم ده يكون يوم الجمعه في مباراه السوبر. السؤال هنا هل من الممكن وجهه نظرك ورايك في كولر هيعتمد على ايه؟ اراهن على الكتيبه اللي انا فنشت بيها الموسم اللي فات والاسماء اللي لعبت معايا مباريات رسميه وخدت معايا بطولات وعارفه ايه اللي بيبقى مطلوب منها على مدار 90 دقيقه ولا من الممكن نشوف سكواد او فرقه الاهلي بشكل جديد؟ شوف هو ممكن تبقى مخاطره في مباراه زي دي ولا اللعب على المضمون يبقى منهج كولر؟ شوف هو كولر دايما تفكيره بيعتمد على تثبيت تشكيل مكون من 20 لعيب او 22 لعيب
مش 11. ايوه يعني تثبيت تشكيل بس من كام واحد، عشان كده الاصابات قليله. فنتيجه ان انا طبعا بيبقوا لابسين جهاز البتاع السوداء اللي بيبقوا لابسينها ديت، القميص اللي لابسينه طبعا، وفي اجهزه بيقيس انت بتجري قد ايه والعضله قوتها قد ايه، كل الحاجات ديت بتتحلل كبرامج، ويبقى عارف ان انا النهارده المباراه ديت انا بعد الدقيقه 75 القدرات بتاعتي البدنيه والعضليه هتبتدي يبقى فيها نوع من انواع الهبوط، على طول في الوقت ده بيعمل التغيير. ولو تفتكر انت السنه اللي فاتت دايما في الدقيقه 60 65 كان دايما يبقى بيعمل ثلاث تغييرات على طول الماتشات الاخرانيه اللي كنا بنكسب فيها 3 و4. هو بالنسبه للماتش ده في بيدرسه بطريقه معينه، طبعا في بيرسيتاو وفي ديانج، اعتقد ان هم هيجوا في يعني يمكن قبل المباراه على طول، او يمكن هيروح على السعوديه على طول. على طول حته المخاطره ان هو يبتدي بيهم انا بعتقد انها تبقى هو مش هيرضى، يعني شايف انه هيكونوا هيبقى فيها صعوبه كأساسيين. لانه دايما بيعتمد على الجهاز اللي معاه، والناس دي بتلعب ماتشين في 4 5 ايام وبعدين سفر، ما ادلوش ماتش على طول بحجم بطوله. وكذلك ديانج، فاللي ممكن الاثنين اللي ممكن يبقى فيهم كلام، ممكن ديانج يعني بدنيا اقوى ولا اخره، والحته بتاعته بيبقى محتاجها اكتر، ممكن يديله بدايه هاف تايم ولا حاجه ويبقى عنده البديل اللي هيساعده. تمام. لكن التشكيل ما اعتقدش ان هو هيغير فيه، سواء كهربا حسين الشحات الوجوه الجديده، يعني الوجوه الجديده بما فيهم وجوه يعني مش هقدر اقول انه اكرم توفيق وكريم فؤاد وجوه جديده، كانوا معانا قبل كده طبعا وكانوا نجوم متالقوا مع كولر ومع غير كولر، لكن هل ممكن يعتبروا احمد جداد؟ يعتبروا جداد، ما هو ده اللي انا بقوله، يعني وجوه جديده في الموسم ده، صفقات جديده للفريق. كريم فؤاد، اكرم توفيق، صلاح محسن، كريم ندفد، امام عاشور، رضا سليم، تتوقع يكون ليهم مساحه مشاركه في مباراه السوبر؟ 90% هيكون ليهم 90%. بس مش كبدايه. ده تفكير الراجل، لان ده الراجل تفكيره فيه حرص شديد وعدم مخاطره، وبيلعب بالعلم وبالتفكير الموضوعي، وفي نفس الوقت عنده من الخبرات انه امتى يدفع وامتى يعرف الخصم. في ماتشات كنا احيانا بنبقى قلقانين، في ماتشات بعض الفرق كنت تبص تلاقي لياقتهم البدنيه مش قويه، فيسيبهم الشوط الاولاني يعملوا ضغط عليك وانت بتعمل استحواذ وتجريهم كتير، وبعدين الشوط الثاني تبص تطير وعامل 3 4 تغييرات ينهي الماتش ب3 4 اهداف. فتفكيره انه الفريق اللي جاي عامل تغييرات ما بين 12 و14 تغييره في الاماكن، وبالتالي ما لعبوش لسه ماتشات، وبالتالي هو عنده تثبيت التشكيل مع بقى صلاح ومع امام عاشور ومع رضا. ممكن يبدا برضا لو بيرسيتاو جه متاخر مش هيبدا بيه، ويبقى رضا هو اللي بيبدا ان شاء الله. طيب عايز اخدك كمان لمشوار الاهلي اجمالا الموسم ده بعد قرعه السوبر ليج، المواجهه الاولى هتكون طبعا مع سيمبا، وقرعه كاس العالم، والمواجهه المحتمله مع اتحاد جده او اوكلاند سيتي، ايهما ينجح في عبور الاخر؟ بس خلينا نروح لفاصل كابتن عادل ونرجع نكمل كلامنا. والله الحديث مع كابتن عادل طائمة ممتع، حتى في فترة أثناء الفاصل يعني كنا بنتكلم كده في موضوع إصابات مزمنة، كم كبير جدا من المعلومات والمعرفة عند كابتن عادل، نسعد بيك دايما يا كابتن عادل. ربنا يخليك. أهلا بيك مرة تانية. أخدك لقصة الأهلي ومشواره في بطولة الدوري الأفريقي، أنت طبعا السنة دي عارف إنه الموسم صعب جدا، موسم صعب ومضغوط، وكم المسابقات وخصوصا الجزء الأول منه، يعني إحنا من هنا من آخر 9 أو من نص 9 هنبدأ مشوار على نص 12، في خلال 3 شهور هنكون بنلعب دوري ابطال افريقيا والدوري الافريقي وكاس العالم للانديه والماتشات المحليه بقى وربنا يقدرنا. ابتدي معاك بقرعه كاس العالم، بما انها بالنسبه للجمهور يعني لو ليا ان انا اقول انها اهم بطوله السنه دي، خصوصا انه عندنا يعني طموح في بان احنا نروح لبعيد، وان شاء الله الاهلي يقدر يوصل المباراه النهائيه. رايك في القرعه؟ اوكلاند سيتي في مواجهه اتحاد جده، الفائز منهم في مواجهه الاهلي، ثم اللي هيفوز من المباراه دي
ان شاء الله باذن الله يكون الاهلي هيتاهل لمواجهه بطل كوبا ليبرتادوريس، هيكون واحد من كبار امريكا اللاتينيه، هم اربع انديه هيطلع منهم واحد، فلومينيزي انترناسيونالي بالميراس البرازيليين وبوكا جونيورز الارجنتيني. شايف فرص الاهلي في البطوله ازاي؟ وابتدي معاك من مواجهه الاهلي وغالبا يعني هيكون اتحاد جده. شوف ثقتي في الله سبحانه وتعالى ثم ثقتي في النادي الاهلي ولعيبه النادي الاهلي ملهاش حدود. وانا قلت طيب. قلت لك قبل كده ليله مباراه ريال مدريد وكنا مع هاني مع كابتن اسلام والكابتن طيب. هاني رمزي، قلت لهم النادي الاهلي هيعمل بكره جيم عالي جدا، لان انا عارف انه المدير الفني مع اللعيبه في نوع من قرايه كويسه، وعارف الكوره ما فيهاش كبير والكوره فيها شغل وفيها تنفيذ. مظبوط. لولا غلطه كده في الشوط الاولاني كانت الجيم يبقى احنا المفروض نبقى كسبانين في حته ثانيه، لولا الخضه شريف انفرادين وحسين الشحاته والاخر. نفس القصه بالنسبه للاتحاد. اولا انت تلعب في الطائف، وانا اشتغلت فتره في الطائف سنه. الطائف انت نازل من الطائف على جده السحاب بيبقى تحت، فانت عندك 2000 قدم فوق سطح البحر. فطبعا الجماعه السعوديين يعني ده المصيف بتاعهم يعني، لكن ما بيحبذوش قوي اللعب في الطائف في خالص يعني. هي بس البطوله العربيه الارتفاع ده بيضايق. بقول لحضرتك وانت نازل بعد نص ساعه كده بتلاقي السحاب، فانت بتبقى يعني فوق السحاب. فالحاجه الثانيه انك انت ده معناه انه الاهلي لازم يطلع هيروح بدري شويه ما هو عشان كده رايحين بدري شويه. الحاجه الثانيه انك انت النادي الاهلي الحاجه اللي ممكن تقلقني حاجه بسيطه ان الولاد ما لعبوش ماتشات كتير. يعني يبقى ماتشين بس، كنت اتمنى يبقى في ماتشين ثلاثه يبقوا موجودين، بحيث انك انت وانت رايح يبقى، لان نادي الاتحاد لعب بالبطوله العربيه ثم في الدوري لعب 3-4 ماتشات بدنيه، ممكن يكونوا هم. لا انا بتكلم على اتحاد جده، مش اتحاد عاصمة. احنا اول ما نوصل اتحاد انا بتكلم على اتحاد جده. ايوه اتحاد جده هنكون قطعنا مشوار طويل في الـ في الـ في السيزون يا كابتن عادل. هيبقى برضه لعبنا 3-4 ماتشات. لعبنا ماتشات كتير. انت هتكون خلصت السوبر ليج وخلصت ولعبت افريقيا. لا انا اسف. فهي الحته دي برضه تكون برضه انت لعبت، بس برضه هيكون هو لعب اكتر منك واجهز منك. لكن هم بداوا من بدري، هم لعبوا بطوله عربيه وشغالين في الدوري ولعبوا في الطائف. ولو تلاحظ ان انت فريق النصر وفريق الاتحاد انت شفت ماتش الهلال والاتحاد يا كابتن عادل؟ طب رايك ايه فيه؟ كوره يعني ننسى الاسماء اللي موجوده في الملعب، ايه رايك في الكوره؟ في خلل في الفرقتين يعني. يعني هتلاقي الاتحاد الاخطاء الدفاعيه قاتله. بالنسبه للنصر عندهم حراسه المرمى حراسه المرمى ضعيفه جدا. خط الوسط ميس باس كتير. هو طبعا رونالدو بيبقى حتى رونالدو بتاع زمان الحته اللي هي واحد على واحد والحاجات دي ما بقتش قوي. لكن هو بيعملوا ايه يعني، ماني بيروح رايح على الطرف ويعمل دبل باس وبعدين يروح ايه شايفه هو فين يروح عاملها له ويطلع يحطها بدماغه. فدي بس اللي هم ممكن يشتغلوا عليه. لكن في نص الملعب وخط الظهر احنا هنكون افضل، هنروح نبقى جاهزين. الحاجه الثانيه الكولر بيقرا المنافس كويس، بيقرا كويس قوي، وبعدين بيروح مجزأ الماتش ومقطعه اجزاء، وبعدين يعرف انه فريق النصر وفريق الاتحاد الاثنين ما بيضغطوش كلعيبه بقى كبار وكده. الى جانب برضه فريق الاتحاد في متوسط الاعمار كبير. ايوه يعني تبص تلاقي الاعمار وصل 32 33 اغلب صفقاتهم معديه 30، نجولو كانتي وفابينيو وبنزيما كلهم فوق 30 بشويه حلوين يعني. الحاجه الثانيه مدى الانسجام، لسه اللعيبه اللي جايه برضو حته الانسجام مش موجوده، لكن مع الوقت زي ما حضرتك قلت هيبقى لسه في وقت. برضو الانسجام ممكن يجي، لكن انت ككوره وبتبتدي من تحت والانسجام بتاعك وخطوطك واللعيبه بتاعتك وعارفين بينهوا الهجمات ازاي ويشتغلوا ازاي، مع اضافتين او الاضافه الثالثه كمان ان شاء الله تبقى جت، امام عاشور هيبقى صفقه عاليه جدا، وخاصه ان انت دايما لما بتلعب بثلاثه في وسط الملعب اثنين منهم بيبقوا جوه ال 18، دي بتبقى عمليه
صعب جدا على المدير الفني بتاع المنافس. وبالتالي هتبقى مهمه جدا لجانب الدفع براس حربه بينقل لك الهجمه بسرعه جدا من الاطراف، الى جانب المفاجاه صلاح محسن. صلاح محسن الراجل ما جابوش يعني كده يعني علشان بيحبه او علشان لا، شاف له ماتشات وشاف ان اللاعب ده عنده من الميزات، لو حطيت علامه يعني يساوي لو التزم هيبقى في حته تانية، لانه عنده الكرات العرضيه العاليه، سريع مراوغ بيلعب برجل الاثنين، ايه اللي ينقصه؟ شويه التزام مع شويه تنفيذ واجبات دفاعيه مع تنفيذ واجبات هجوميه بتحركات معينه. شافوا في اخر ماتشين، واعتقد منهم ماتش السيراميكا وماتش بيراميدز، اعتقد ماتش بيراميدز جاب جول، وفي ماتش السيراميكا جايب جولين وعامل جول، فهو برضه هيبقى الدفع بيه هيبقى مهم جدا في الماتش ده. فتفاجئ جدا ان هو ممكن يبقى مع كهربا او بديل لكهربا في وقت من الاوقات. احنا شاركنا في ثلاث نسخ كاس، اللعيبه دي الجيل ده شارك في ثلاث نسخ كاس عالم، مرتين مركز ثالث برونزيه، وبرونزيتين كانوا على حساب يعني فرقتين كبار، مره بالميراس البرازيلي بطل امريكا الجنوبيه، ومره الهلال السعودي بطل اسيا. والمره الثالثه حققنا مركز رابع، وفي ناس كتير على فكره من جمهور الاهلي انا بتكلم معاهم في موضوع كاس العالم ده شايفين انه المره الثالثه دي اللي احنا خدنا فيها مركز رابع هي افضل بطوله من ناحيه الاداء قدمها نادي الاهلي. واتظلمنا فيها ظلم باين. لكن انا بتكلم كوره. ايه الفرق بين الاهلي كولر في نسخه كاس العالم السنه اللي فاتت اللي كسبنا فيها اوكلاند، كسبنا فيها سياتل ساوندرز، وخسرنا فيها بصعوبه بالغه امام الريال، وفرطنا فيها بفوز قدام فلامينجو، وبين الاهلي اللي رايح يلعب نسخه كاس العالم؟ لا، فلامينجو انا بختلف معاك. مفرطناش في فوز يا كابتن عادل؟ فلامينجو لا احنا مفرطناش ولا حاجه، احنا كنا كسبانين، لكن الراجل عمل طرد ما هوش طرد. أيوة. وضرب الجزاء ما هياش ضرب الجزاء، ولغى لك جول. احنا واحنا كسبانين يا كابتن عادل ضيعنا كميه اجوان. احنا واحنا كسبانين ومتقدمين راكبين الماتش ومتقدمين في كميه انفرادات. انت كسبان 2-0 وراح طارد خالد، وبعدين ده مصطفى غربال حاجه بتتكلم على حكم المباراه. انا عارف انه في الاهلي اتظلم وحصل ضرب يعني طرده وضرب جزاء. انا فاهم ده كويس. بس اقصد اقول برضو في النهايه حتى لو اخطاء التحكيم كانت عامل مباشر، انت حتى مع وجود اخطاء التحكيم دي لو استغليت الفرص اللي اتاحت ليك وانت متقدم في المباراه كنت برضه هختلف معاك، كنت خلصت. انا احبك تختلف معايا براحتك يعني. اختلف معاك ليه؟ لا انا ولا انا ولا انت هنختلف في حب يعني الاهلي. الاهلي ما لا انا ولا انت هنختلف في حب الاهلي. لا انا ولا انت هنختلف في حب الاهلي. ايوه. لكن لما احط نفسي مكان المدير الفني واللعيبه، اكتر فرقه سافرت في البطوله دي الاهلي. سافر كم مره؟ اربع مرات تقريبا. اربع مرات. وبعد الفرقه الوحيده. ايوه. وبعدين انت بتلعب ايه بقى؟ انت بتكسب الماتشين وبعدين رايح جاي، وبعدين الماتش الاخراني اللي انت بتقول اللي احنا فرطنا فيه، انت بتلعب في ملعب مختلف وبتسافر سفريه طويله جدا، وبعدين في نفس الفرق في نفس الملعب اللي كان موجود فيه او اللي لعب فيه فلامينجو اهو كده يعني جاي عليه. امال ايه؟ جاي عليه وهو مرتاح. أي. وبعدين يعني احنا ما بنقولش عيد الماتش وشوف الحكم عمل فيك ايه. فمع الضغط ده انت بتلعب اربع ماتشات، وبعدين انت كنت جاي اعتقد برضو من ماتشات لو تتذكرني كنا برضو قبل كاس العالم كنا برضو جايين مضغوطين في ماتشات ودخلنا على كاس العالم. ده كانت مضغوطه. احنا انا فاكر رجعنا من كاس العالم ده اعتقد على اسوان، ومن اسوان على السودان. انا فاكر ان الاجنده كان يعني لو تفتكر يا لمونه كده لف حوالين نفسك. ومع ذلك الاداء كان في تونس والسوبر في الامارات، يعني اداء كان اكثر من رائع حقيقي. انا يبقى انا بختلف معاك مع حق ولا طبعا طول عمرك على حق. لا لا انا اقصد ايه، انا اقصد ايه احمد، انه يعني في اجمالا اللي اقصد اقوله انه الاهلي كان المباراه دي كان مفترض يفوز، يعني كان احق ان هو يفوز غصب عنهم لان هم لعبوا ريال مدريد، لعبوا جيم عالي جدا. الماتش ده فعلا كان محتاج بس رتوش صغيره. جول قفشه في الدقيقه 85 كره بالعرض وجول فاضي. بيرسي تاو لو وقفها صح جول. شريف انفراد جول. طاهر كان ليه واحده براسه برده. برافو عليك. طب والشوط الاولاني حسين الشحات واثنين انفراد لشريف. دي بقى كلها حاجات. انت بتلعب تيم يعني اغنى تيم في العالم واحسن تيم في العالم، ومع ذلك
ادائك بهذا الروعه، العالم كله بيتفرج عليك. لا وليه، احنا كنا، انا فاكر كويس احنا كنا هنا في قناه الاهلي بننقل مع قناه ريال مدريد، هم بينقلوا عنا واحنا بننقل عنهم، بينقلوا تدريبات الاهلي واحنا بننقل تدريبات ريال. غطينا، انا فاكر غطيت بعد الماتش ده الصحف الاسبانيه قالت ايه عن الاهلي، والمسؤولين في ريال مدريد لا كان اداء الاهلي محل اشاده منهم، مش من احنا، من وسائل الاعلام في اسبانيا وفي ريال مدريد كلهم اشادوا بالمستوى اللي ظهر. ماتش فليمينجو هم حبوا يهدوا لفليمينجو المركز الثالث، لكن النادي الاهلي كان هو الجدير بيه. انت كسبان 2-0 ومسيطر على الجيم، وبعدين كوره يعني مش بنالتي. انت متفق معايا انه البطوله دي هي الافضل على مستوى الاداء للاهلي في مشاركته في كاس العالم؟ طبعا طبعا، لانك انت الاداء لم يتاثر بالسفر ولم يتاثر بال. طيب هنا هاجي الجزء الثاني من السؤال بقى. طبعاً. ايه المختلف من وجهه نظر كابتن عادل في اهلي كاس العالم النسخه الاخيره اللي اتلعب في المغرب عن الاهلي اللي رايح كاس العالم في السعوديه؟ هيختلف طبعا، انك انت كولر بقى عنده بنسبة 100% معلومة عن كل لاعب سواء في الفريق الأول أو في الثلاثة أربعة اللي طالعين من القطاع الناشئين، إلى جانب الصفقة اللي هي الفيرويد اللي هي مفروض أن هو هيختاره. وبالمناسبة كولر، أنا قلت في الفاصل معاك أن كولر أهلاوي أكتر من أهلوية كتير، وخايف على كل دولار هيجيبه في اللاعب. أنا فاكر المرة اللي فاتت ما رضيش يجيب حد هو مش مقتنع بيه علشان يوفر للنادي، وقد كان ونجح ان خد الخمس بطولات. أيوة. هو مش هيجيب حد علشان الناس اللي هي يعني اذا كان في حد كتير. الغرابه اللي بيلوك ده يا اخي، شوف انت الديون اللي عندك وشوف المشاكل اللي عندك وخليك بعيد عن النادي. يعني ما الانديه كلها فيها كابتن، احنا لو سيبنا صفحه الاهلي وبصينا في صفحات الانديه الثانيه عايزين ساعات هوا عشان نملى اسئله، بس اسئله واستفسارات يا اخي. انا بستغرب والله في بعض المواقع، بص مش عارف صدى البلد، مش عارف في اهلي نيوز، يقول لك انهيار الاهلي، صدمه الاهلي، مش عارف يعني، وايه اهلي نيوز وصدى البلد والوطن ومش عارف ايه، سبع ثمان حاجات. ما فيش مره الا لما يقول لك الفيفا يصدم الاهلي، وبعدين تقرا جوه ما فيش حاجه. يعني هو بس هقول لك حاجه برضو، يعني عشان الزملاء في الوسط الاعلامي عموما، يعني مش كلهم، يعني بعضهم في ناس بتلجا دايما، عارفين كويس قوي انه قاعدة الجماهير الأكبر والأعرض واللي مهتمة دايما بمتابعة كل ما يخص ناديها هي جماهير نادي الأهلي. فالعنوان الكاتشي ده، العنوان اللي يشد دايما، لازم يبقى فيه حاجة ليها علاقة بالنادي الأهلي، لكن ما تخش في الكونتنت جوه دي قصة تانية بقى، بس هو لازم يشد الجمهور. وده ينطبق على فكرة على حتى قنوات أو برامج رياضية كتيرة جدا انتماءاتها معروفة للجميع انها مش اهلاوية، بتشتغل لمصلحة اندية تانية معروفة برضو للجميع، ورغم كده تلاقيهم دايما بيحاولوا ان هم يخاطبوا المشاهد الاهلاوي والجمهور الاهلاوي، لانهم عارفين ان دول اكبر نسبة مشاهدة موجودة. يعرفوا ان يعني جماهير النادي الاهلي كل ما انت بتعمل كده جمهور النادي الاهلي بيزيد. الاهلاوي غيور، الاهلاوي جمهور الاهلي غيور جدا عن نادية، لا يتحمل اشاعة ولا يتحمل اساءة، فعلى طول لازم يتفاعل. وما حدش بيقرا لهم بقى، لان يعني انت دائما علشان انت ترتقي قول الخبر اللي يجذب الناس بطريقه ما فيهاش اساءه لنادي كبير بحجم النادي الاهلي. ايوه يعني انا هقول خبر النادي الاهلي وعايز اشد الناس، اشدهم بخبر مش لازم ان انا اقول انهيار كذا، انهيار النادي الاهلي انهار ازاي؟ امال انت تبقى فين يعني؟ هتكتب عن مين طيب؟ يعني النادي الاهلي انهار يبقى انت هتكتب عن مين؟ ف يعني علشان اشد لا عمرها عطلتنا ولا هي بتزود. ما أنا بقول هي بتزودك. الحاجات بتزودك دي عمرها، كل ما انت عمرها ما بتعطل نادي الاهلي. لا ولا هتعطل عمرها، كل طالعه شمس جمهور النادي الاهلي بيزيد، كل طفل بيتولد بيخش في الـ في الـ في المنظومه بتاعه النادي الاهلي، فما هيروحوا فين يعني؟ بمناسبه كلامك عن الشباب، رايك في اللعيبه اللي طلعها مستر مارسيل كولر واختارهم عشان يكونوا موجودين في معسكر النمسا؟ مش عارف انت شفتهم ولا لا، مطلع معتز محمد، مطلع زعلوك، وفي طبعا شباب كان شارك قبل كده معايا، بس فكره انه يبقى مهتم بوجود لعيبه صغيره تخش في السكواد. هو معتز اعتقد لفت نظري، زعلوك هيبقى لسه شويه، لكن اعتقد برضو احنا مشكلتنا
وخاصة في التعامل. النهارده معلش انا اسف، كنت في بداية الحلقة كابتن عادل كنت بستعرض اهم 30 اسم مترشحين لجائزة البالون دور، فيهم اربع او خمس لعيبة مترشحين لجائزة الكرة الذهبية 20 سنة. جود بلينغهام نجم ريال مدريد 20 سنة، جمال موسيالا نجم بايرن ميونخ 20 سنة، بوكايو ساكا نجم الارسنال 22 سنة، ويمكن في كذا اسم تاني انا مش يعني مش متذكر. افكرك بلامين لاعب برشلونة 16 سنة، لامين يامال 16 سنة، 16 سنة ده كان بيلعب مع منتخب اسبانيا اللي كسب 7-1. ايوه كسب جورجيا وجاب جول ولا اروع، جاب جول المغربي الاصل الاسباني الجنسيه 16 سنه 16 سنه 16 سنه فهو طبعا بيعتمد على يعني معتز ممكن هو يديره. المشكله عندنا ان احنا اللعيب لسه جاي ولسه ما عملش حاجه، ونقول بقى الصخره ولا اجرى له يعني دايما نقول ايه بالراحة. شد حيلك اجتهد، انت في حته حافظ على المكانه بتاعتك، الراجل المفروض ان انت تتواضع زي محمد صلاح بيتعرض عليه مليارات وبيرفضها، بيرفضها ليه؟ عشان عارف ان المكسب الادبي اكتر من المكسب المادي. صحيح، فدي مهمه جدا. بشكرك شكرا جزيلا كابتن عادل، نورت الدنيا، ربنا يكرمك، سعدنا دايما بوجودك معانا في السادسه وبتشرفنا، وان شاء الله على مدار الاسبوع النهارده يمكن ما لحقناش وما قدرناش ننقل لحضراتكم تدريبه النادي الاهلي، بكره ان شاء الله نحاول نعمل ده، بس ادعوا الجو يتحسن شويه والراجل يعني مستر كولر يرجع التمرين لميعاده الاصلي، ساعتها نقدر ننقل لحضراتكم اجزاء من التمرين، وان كنا هنكون حريصين جدا ننقل لكم الصوره لحظه بلحظه على مدار الاسبوع ده لغايه ان شاء الله لما نسافر بالسلامه يوم الثلاث للسعوديه ونقابل الاتحاد يوم الجمعه الجايه. بشكر كابتن عادل طيبه مره ثانيه، بشكركم انتم على متابعتكم ليا، تحياتي ليكم، بكره حلقه جديده من السادسه.